مرحبا فيكم مرة أخرى في اليوم الثالث من معرض كوميكس 2018، واليوم راح نشوف إيش جديد التقنية مع الشركات الكبرى المشاركة في المعرض. خلينا نشوفهم. تعرض مايكروسوفت خدمة إيجر، وهي خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بمايكروسوفت. ويقدم إيجر خدمات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى إنترنت الأشياء وتقنية الكتل المسلسلة. شركة سيسكو عندهم خدمات الحماية ضد البرمجيات الخبيثة، بالإضافة إلى تقنيات التواصل الإلكتروني، وأحد التقنية لديهم هي تقنية كاتليست. شركة أوراكل تقدم خدمة التراسل الفوري الذكي، بالإضافة إلى خدمة سلاسل الكتل وأيضاً خدمة الحوسبة السحابية، وتعمل أيضاً في الذكاء الاصطناعي. برنامج مجلس كوم يقدم العديد من المبادرات التقنية والتجارب المختلفة والجلسات الحوارية المتعلقة بالمجال التقني. انتهينا من جولتنا اليوم في معرض كوميكس 2018، وإذا حابين تتعرفوا على الخدمات بشكل أكبر زوروا المعرض. سلام.